مثل ما عودناكم وأكيد وعدناكم إن شاء الله هناك بث مباشر من داخل العتبة الحسينية المقدسة لنعيش أجواء إن شاء الله الولادة المباركة من أرض الحسين وبالتحديد من العتبة الحسينية المطهرة مع الزميل حيدر الجنابي وافينا طبعا بأهم النشاطات أو أيضا يصف لنا الأجواء. ويانا طبعا زميلنا حيدر، صباح الخير والعافية يا حيدر، وكل عام وانت بألف ألف خير إن شاء الله بذكرى هذه الولادات العطرة بانطلاقة شهر رجب الأصب، حياك الله. نعم، تحية طيبة زميلتي، صباح الخير ومتباركين بهذه الولادة، الولادة العطرة للنور الخامس الإمام محمد الباقر عليه السلام. طبعا لم أسمع السؤال بشكل جيد لأنه الصوت منخفض جدا. صباح الخير والعافية عليك حيدر. أستمع السؤال بشكل جيد فيما يتعلق بهذه الذكرى وهذه الولادة العطرة هنا في مدينة كربلاء المقدسة والاحتفاء بهذه الذكرى، يعني بدت الأجواء واضحة من خلال الإظهار والإشهار الذي تمارسه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية. أسعد الله أيامك المقدسة. وأسعد الله أوقاتك يا حيدر، وهنيئا لكم هذه الوقفة المباركة خاصة اليوم الأول من شهر رجب الأصب، وهو اليوم أيضا زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فيا حبذا أن تعطي حصة لكادر صباح كربلاء بالزيارة بالإنابة عنا إن شاء الله في هذا المكان المطهر. حيدر، أريد نعرف الأجواء اليوم والموالين كيف يحيين هذه الذكرى السعيدة على قلوبهم، وأيضا مثل ما عرفنا لديكم شاعر، يا حبذا أن نسمع منه أبيات شعرية تتغنى بحب الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فراح أترك الحديث والجو لكم يا حيدر. نعم زميلتي، يعني كما أشرت أنه بما يتعلق بالاحتفاء بهذه الذكرى العطرة في مدينة كربلاء، بدت الأجواء واضحة هنا في مدينة كربلاء المقدسة وخصوصا داخل العتبات المقدسة من خلال الإشهار والإظهار الذي تمارسه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وحتى العتبة العباسية المقدسة. كما تشاهدين من خلفي هناك اليافطات ويعني الألواح التي ترفع وتزل داخل الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة داخل الحرم الحسيني الشريف، التي تتغنى بالإمام الباقر عليه السلام وكتبت عليها أقوال الإمام وحتى اسم الإمام نقش بألوان جميلة، وأيضا هناك كثير من الزائرين توافدوا إلى صباح هذا اليوم إلى العتبات المقدسة لأداء الزيارة، لا سيما من يعني في الغالب من كبار السن على اعتبار أنه هذه الأيام هي أيام امتحانات، وبالتالي لا يتسنى للجميع التوافد إلى العتبة الحسينية المقدسة لأداء الزيارة. وبهذه المناسبة أيضا نتمنى لجميع طلبتنا بمختلف المراحل الدراسية أن يحققوا مستويات جيدة ويحققوا النجاح إن شاء الله. نعم زميلتي، هناك كثير من الأنشطة والفعاليات التي تقام من قبل العتبات المقدسة بهذه المناسبة وأحياء لهذه المناسبة، يعني فعاليات ثقافية، أنشطة فكرية، فعاليات متنوعة. على سبيل المثال تقام داخل العتبات المقدسة يعني المحافل القرآنية في أوقات مختلفة من اليوم، وأيضا هناك يعني فعاليات فكرية تقام. على سبيل المثال هناك مؤتمر الإمام الباقر الذي تقيمه هو الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، ويأتي هذا المؤتمر بحضور كبير لباحثين من داخل العراق وخارجه، ويعني تكون هناك بحوث تتناول سيرة الإمام الباقر عليه السلام ودوره في التاريخ والتراث الإسلامي لا سيما التراث الشيعي بالخصوص، وأيضا يتم تناول ومناقشة هذه البحوث عبر جلسات بحثية صباحية ومسائية. أيضا هناك مهرجانات يعني تقام داخل العتبات المقدسة. بالنسبة للمؤسسات الأخرى التي تتبع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، على سبيل المثال المؤسسات الطبية، في كل يعني ذكرى ولادة لأحد الأئمة الأطهار تقوم بالإعلان عن هناك يعني فترة معينة قد تكون أسبوع أو أكثر تكون فيها الخدمات المجانية الطبية تقدم بشكل
بشكل مجاني للمرضى. أيضا هناك المؤسسات الأخرى التابعة للعتبات المقدسة، المؤسسات العلمية، الجامعات تقوم ب يعني إقامة مهرجانات واحتفالات وأيضا معارض فنية متنوعة لإظهار ويعني تبيان دور الإمام الباقر عليه السلام. في الحقيقة معي أحد أبناء كربلاء الذي دأب على المجيء إلى العتبة الحسينية المقدسة لأداء الزيارة في مثل هذه المناسبات، وأيضا هو شاعر يكتب الشعر الشعبي بحق أهل البيت عليهم السلام ويقرأ قصائد شعرية هنا داخل الصحن الحسيني الشريف. ينضم إلي الشاعر أبو باسم الزيادي ليقرأ لنا بعض القصائد بحق الإمام الباقر عليه السلام. السلام عليكم شاعرنا. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك. أرحب بكم ضمن شاشة قناة كربلاء الفضائية. موفقين إن شاء الله، الله يحفظك و موفقين بهذا. نبارك للإمام صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة الولادة العطرة، ولادة خامس بدر من أقمار الدوحة المحمدية، الإمام محمد الباقر عليه السلام، باقر علوم الأولين والآخرين. وكذلك نوجه التهنئة إلى كافة المسلمين ومراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد علي السيستاني دام ظله الوارث. كيف تحيي هذه المناسبة؟ احنا كشعراء عليها بالقصائد الحسينية، بالرديات الحسينية، بالأهازيج الحسينية، بالشعر إن شاء الله، وإذا تحبون أسمعكم وأنا خادم. خير ما نبتدئ به هو الصلاة على محمد وآل محمد. أقول ويح سيل لا نقطع، ويح سيل لا نقطع صلتنا ولو النار بعشق حبه، صلتنا على المختار خل نرفع صلاتنا وآل البيت أسياد البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. صوم ما نفعنا ولا صلاتي إذا أقطع باب اليمة، صلاتي على المختار خل نرفع صلاتي وأهل بيته هذول أسياد البرية. عندي قصيدة للإمام الباقر يقول بها: يا هلا ومية هلا بالباقر وميلاده، يا هلا ومية هلا واجعلنا من عواده، اليوم فرحة بمولدك يا ابن الرسول وبيك فرحة سيد الزهرة البتول، يهنيال منكم بنظرة ينول انتو للباري أعز عباده، انت يا خامس بدر يا ابن الولي باقر علوم النبي وحيدر علي، والله حبك سيدي وغيرك شلي قائد انت وتبقى سيد القادة، يا ابن زين العباد ابن الحسين بمولدك طش الفرح بالعالمين، قلبي بمحبتك يدق بالخافقين، قلبي على الفطرة يحب سيادة، وارث علوم النبي وحيدر سوى وبيده يرفع للولاية أعظم لوى، من محبتك احنا نتنفس هو بحبكم الشيعي يزود عناده، بمولدك مولاي كل شيعي ابتشر وبالمدينة الفرح كان نور انتشر، يا ابن سيد الرسل خير البشر خامس انوار النبي من اولاده، وارث من اجدادك اعظم هالصفات الباقر ويا حسين مركب للنجاة، ومثل عباس البطل بالموزمات مو جفوف يضحي حتى عضاده. سيدي بيت الدعاء، سيدي انخاك من هذا المكان من ضريح حسين جنات الحنان، على العراق يسود مولاي الأمان ويظهر المهدي ونعيش عياده، ويظهر المهدي ونعيش عياده. وعدي محاورة أهازيج هوسات بين الإمام زين العابدين وبين فاطمة بنت الحسن أم الإمام الباقر عليه السلام. أقول إجت بنت الحسن وتبشر السجاد، تقل افرح امامي زينة العباد، اجاك وليد مني سيد ابن سياد، وتكلف انت بتربيته فرح بيه الامام وصلى للرحمن، قام يأذن باذنه وتلى القران، هذا ابني امام وولي من الوليان والباقر احد القابه، تقول له يا ابن الحسين وسيد السادات
أحلفك بالصلاة والسجدة والركعات، هذا ابني أريده قاضي للحاجات ومقضية الحاجة اليم بابه. يقولها يا بنت الحسن يا معذب الخطار، ابنك للحوائج صار له شنجار، ومن جده ورث حيدر علي الكرار يفتر كل ليلة بجورابه. تقول له يا زين العباد احكي لي هسه بساع، عليك الطاهرة اللي طاحت على القاع، تعلمني برضيعش حمل من طباع لو يتغير عن اجداده. يقولها يا فاطم افرحي، يا فاطم افرحي ابنك ابن ابرار، وارث للعلم من النبي المختار، ومثل حيدر علي بالموز ما كرار لو صال وجال الفقاره. يقولها من حسين وارث تضحيه وايثار، ومثل جده الحسن، ومثل جده الحسن دومه يعزب الجار، مضيفه دوم عامر من ترس خطار، وبالموقد منصوبه دلاله. قبل ما يعني ننتقل الى قصيده اخرى، تشارك بشكل جماعي يعني مع شعراء اخرين بالعتبه الحسينيه او منتديات اخرى بهذه المناسبات يعني القاء قصائد؟ اي عندنا مشاركات هواي بين الحرمين، شاركنا وبالهيئات بالحسينيات الحمد لله والشكر، يعني مشاركات خير من الله عندنا. اي بحق الامام الحسين شنو سمعنا؟ بحق الحسين سلام الله عليك يا ابو عبد الله، أنا سمعتكم من أبيات الأبوذية للإمام الحسين عليه السلام، وعد بيت دارمي يقول بحق الخدام، أقول كلمة خدم تنقال كلش تجيله، كلمة خدم تنقال كلش تجيله، بس خدمتك لحسين رأسك تشيله. قالوا لي مالك صيت، قالوا لي مالك صيت بي تفرح العين، قلت لهم احنا ملوك من نخدم حسين. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك، موفقين ان شاء الله. طبعا نشكر شاعرنا ابو الباسم الزيادي اللي حب يشاركنا ويشارك المشاهدين بهذه الابيات الشعريه ويتقاسم مع المشاهدين الفرحه بهذه المناسبه. طبعا هناك كما اشرت يعني فعاليات اخرى تقام داخل العتبات المقدسه. نعم هوسل العباس، هوسل العباس اسمع. اقول ايش كثر سامع شعر حسجه ويشيل احساس، ايش كثر سامع شعر حسجه ويشيل احساس، شي كزبر جلد منه وشي وقف شعر بالراس، بس ما شفت مثل حسين من هوس ورا العباس. يقول له هدو حسين بظهرك شال الرايه ودتش القاع، سمعها الهوسه ابو فاضل، سمعها الهوسه من حسين، نبض عرق الهواشم شاط، حصد قامي حصد بالروس، خلت جيش طاير حاط، استلذ بالهوسه اخو زينب ردها عليه بس رباط. يقول له الشط اليوم انسحله من زياقه لحد رجليك، الشط اليوم انسحله. الله يحفظكم. نعم زميلتي احسنتم طبعا حيدر، انقل ان شاء الله سلامنا وتحايانا للاخوه اللي شاركون، صراحه انه الفرحه بهذه الولادات الطيبه المباركه ان شاء الله. ايضا فعاليات كما اشرت كثيره تقدم في العتبات المقدسه، العاملون في العتبات يحملون الورود و يرددون الأناشيد والقصائد الشعرية التي تتغنى بهذا الإمام العالم الذي تصدى للحركات المنحرفة التي ظهرت في وقته، وقدم النموذج الصحيح واستطاع أن ينقي و يعني يهذب ويشذب العقول مما لحق بها من اللوثة الفكرية. نعم زميلتي احسنتم يا حيدر، نشكركم ان شاء الله على طبعا انضمامكم لنا، واكيد نقل الاجواء الطيبه المباركه من داخل العتبه الحسينيه المقدسه. انقل تحايانا الى ضيوفك الكرام. شكرا لك يا حيدر. طبعا اسراء مساله كلش مهمه، شكرا جزيلا ذكرها طبعا انه الزميل حيدر، هي نشاط الحركه الفكريه اللي طبعا انطلقت مع الحقبه الزمنيه اللي طبعا تولى الامام بها الامام الباقر عليه السلام، شلون انه يعني نشر العلوم، وكما نعم طبعا ذكر انه باقر علوم الاولين والاخرين لاهل البيت سلام الله تعالى عليهم اجمعين. احسنتي، الله يبارك بيك، وان شاء الله يا رب نكون دائما
من الذين يحيون هذه آمين الذكرات. آمين رب العالمين، نحن وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله. آمين رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام نقول من باطن العرش الشريف الطاهر نور تجلى يا له من مبهري، طهر من الأطهار تلك صفاتهم وصفاتهم قرآن فيه السوري.